أستاذ صفوان، كان في تصريحات أردنية سابقة عن تحرشات من قبل ميليشيات إيرانية بالأردن، هل يعني يمكن لهذا الملف أن يجمع الأردن ومصر والسعودية وتركيا في هذه المرحلة أقصد كيفية مواجهة إيران؟ الحقيقة التحرشات كانت لإفشال هذه الزيارة ولإفشال زيارة بايدن إلى المنطقة لأن هذه التحرشات كانت تقول للأردن سوف تعاني من فوضى مماثلة للفوضى التي قامت بتشكيلها أزرعنا الزينبيون والفاطميون وحزب الله في سوريا كما شردنا الشعب السوري سوف نشرد الشعب الأردني اذا كنتم مصرين ان تكونوا جزء من التحالف العربي الجديد الموجه ضد ايران بشكل اساسي و... هل هذا هدف كبير غير معلن للزياره ولهذه الجوله؟ هذا هدف, هدف معلن، ليس غير معلن. هذا أه. هدف, هدف معلن لسبب كثير بسيط، انه الزياره لماذا تاجلت؟ كانت في الشهر الماضي، مه. بناء على تاجيل زياره بايدن، بايدن بعد ان اصبح معروفا لدى القياده السعوديه وقيادات المنطقه التي تشاورت مرتين قبل هذه القمه، اصبح معروفا البرنامج والبرنامج الامريكي وماذا تريد امريكا من دول المنطقه بعد ان اصبح هذا معروفا اصبح من لزاما على المنطقه بقياده السعوديه وبقياده تركيا ان تحسم امرها وتقول ماذا تريد من الولايات المتحده لانه اصبح معروف ماذا تريد امريكا من المنطقه